سقطت العباءه عن كل احتماليات كنا بنقولها، بس سقطت واحنا صح وهم غلط. قبل كده قلنا ان في محاوله للسيطره على شركه جهينه، وتم مساومه الراجل صاحبها صفوان ثابت، والراجل ما فهمش او ما رضاش. راجل شغال من سنه 83، عمل مملكته، عمل مملكه اقتصاديه. المملكه الاقتصاديه دي بيدفع للدوله حقها، بيدفع ضرائب وبيدفع مرتبات، واكيد بيدفع حق استخدام سواء للكهرباء او للمواد او الموارد اللي بيستخدمها، الكهرباء والمياه والحاجات دي. ولكن النظام في مصر انا كنت متخيل انه عايز يشاركه هو او يسيطر عليه هو، طلع ان النظام بيضغط عليه لصالح الغير. يعني يبدو ان هم شغالين بالاجر عند حد، شغالين يضغطوا على رجال الاعمال المصريين الوطنيين، تحبهم تكرههم تختلف معاهم او لا، ولكنهم مصريين، البلد بلدهم، ومن حقهم طالما بيشتغلوا بشكل طبيعي وحلال وشرعي يشتغلوا ويفتحوا بيوت الناس ويكسبوا كمان. ولكن واضح ان النظام مش بس عايز هو اللي يسيطر، النظام بيسعى للضغط عليهم علشان يسيطر على شركة جهينة الإماراتيين. الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده اللي اتقال امبارح في الأخبار، إن بعد ما ضيقوا على شركة جهينة وبعد ما حبسوا رئيس مجلس إدارتها صفوان ثابت اللي عملها سنة 1983، الشركة اللي وصل ليها دلوقتي في مصر 6500 منفذ توزيع، حاجة ضخمة، شركة ناجحة جدا. دلوقتي قللوا من قيمة السهم، ضغطوا عليها بشكل كبير، عارفين ان هي مجرد ما يشيلوا اسباب اللي خلت الاسهم تنزل عارفين هترجع مرة تانية. ازاي بينزلوا الاسهم؟ هقول لحضرتك، عاملين نقطة او كمين مرور قدام باب المصنع، اي عربية طالعة بيسحب الورق ويقول لهم ارجعوا، فالمنتج ده يبوظ ما تطلعش، ياخد العربيات يرفض يجدد لها ترخيص فمش قادر يوصل منتجاته لحد، وهكذا. فتنزل قيمة السهم في البورصة، فيقول لك الشركة بتخسر وسعرها ينزل، وأصل صفوان ثابت بيمول الإخوان، وأصل كلام كله كلام تافه. الخيانة هنا هي خيانة نظام بيحارب رجال الأعمال المصريين الوطنيين لصالح رجال أعمال أو مؤسسات في الإمارات، تركيع الدولة المصرية، إفقار المواطن المصري ورجل الأعمال كمان. على فكرة مش أول مرة تحصل، لو أنتوا فاكرين محمد فرج عامر بتاع فرجيلو ده، محمد فرج عامر نقل مصانعه للشارقة في الإمارات، الراجل قالك أنا هوجع دماغي، الإماراتيين هيجي يسيطروا هنا، ما أروح أنا يسيطروا هناك وخلاص، وأفضل أنا برضو شريك بدل ما يجوا هنا وياخدوا كل حاجة. يعني فرج الله موجودة في الإمارات، وجهينة هم الإمارات طبعا ما عندهمش الإمكانية، ما عندهمش بقى نسبة الرؤوس الماشية والحيوانات والحاجات اللي بيستخدمها أو بتستخدمها جهينة في إنتاجاتها المتعددة، فيعمل إيه؟ يخلي المصنع في مصر بس يسيطر عليه هو. الخبر موجود، يعني هاتوا لنا معاذ معلش خبر السيطرة على شركة جهينة، جزء منها، الجزء الأكبر أو كلها بعد كده، ده هو اللي خلى صفوان ثابت وابنه في السجن النهارده. ده الخبر اللي علشانه او دي الخطوه اللي علشانها صفوان ثابت هو وابنه في السجن النهارده، مش حاجه تانية. مش عارف الخبر معانا يا جماعه؟ لو سمعتوا الخبر موجود، مش احنا اللي عاملينه اهو. بلومبرج: الامارات تسعى للشراء حصه في جهينه المصريه. نعمل ايه؟ نسجن الراجل اللي بيشغلها وابنه، نقلل ونضيق عليهم، ننزل سعر الاسهم في البورصه، وبعدين تيجي الامارات تقول ايه ده احنا عايزين نشتري. السؤال هنا بقى، والاجابه اللي هقولها على السؤال مش اجابتي انا، يعني اجابه ناشطين وناس بتشتغل في الاقتصاد. السؤال هو: هي الامارات الصغيره، الامارات اللي عندها فلوس بس، بتسعى انها تاخد حصص او تشارك في قطاعات كتيره أو تسيطر على قطاعات حيوية في الدولة المصرية حبا في مصر والمصريين، ولا من باب السيطرة؟ والسيطرة دي الإمارات هتعرف تسيطر، عايزة تسيطر على مصر الكبيرة، ولا هي بتشتغل لصالح الغير؟
كتير من المختصين في المجال بيقولوا ان الامارات مش عايزه هي اللي تسيطر، هي بتشتغل لصالح الغير، والغير ده هو اسرائيل. وبيفسروا ده، بيقول لك بص شوف محمد الخاجه سفير اسرائيل في الامارات وهو بيقعد مع اكثر المتشددين هناك، الحاخام بتاع شاس اللي بيقول الموت للعرب وبيتذلل له وبيقول له انا جاي اخد منك البركه. فالامارات بتحقق في المنطقه سياسه مش سياستها، هي مستخدمة زي الكلينكس كده بتمسك بيه حاجة. فمين اللي عايز يسيطر على مصر في المجالات الحيوية؟ إسرائيل، وبتستخدم الإمارات في ده. ده مش سر ولا حاجة، ده بيتقال. إيه اللي بيحصل بقى مع صفوان ثابت؟ عشان تعرف إن في ظلم في البلد دي، عشان تعرف إن أي كلام أصل صفوان إخوان وصفوان علان وابنه إخوان، الكلام ده كله كلام فاضي. هي القصة وما فيها هي الضغط والابتزاز، بيضغطوا على الراجل ويبتزوه في اكل عيشه وفي نجاحه وفي عمره كله. قضى كم سنه من عمره؟ 38 سنه في شركه عملها من الصفر، ودلوقتي عايزين ياخدوها منه. عايز تعرف انهم كذابين وانهم عملاء وناس دنيئه بتضغط على المواطن وعلى رجل الاعمال لصالح الامارات؟ تعال اسمع الفيديو اللي انتشر من يومين ل المدام زوجة صفوان ثابت وام ابنه اللي موجود في السجن، كانوا هي بتحكي على اللي حصل معاهم كانهم مجرمين عتاة في الاجرام. لا زيارات، لا هدوم، لا اكل. ليه؟ مش علشان هم اخوان ولا علشان هم اي حاجه، علشان عيون الامارات والاماراتيين اللي عايزين يسيطروا على اكبر صرح للانتاج الألبان ومشتقاتها في مصر والعالم العربي، شركة جهينة. اسمعوا منها وتأكدوا ان كلامها صحيح، لانها ام وزوجة في وضع هي الاضعف، مش هتطلع تقول حاجة غلط. امبارح بس سمحوا لي اشوف ابني، الحمد لله ما اتبسطتش خالص. ابني اللي تحت التحقيقات واحنا برضو مش فاهمين ليه ولا حد فاهم ليه، محبوس فيه سجن شديد الحراسة واحد في مكان غير آدمي. كل اللي يعرف ابني أو زوجي متعجب وعنده تساؤلات كتيرة جدا. اللي عارفهم اللي عارفين عارفينهم كويس قوي، ليه الناس دي جوه؟ جوزي شفته بعد فترة أكتر من شهرين، طبعا سمحولي بكام زيارة، وبعدين وقفوا الزيارات خالص من قبل رمضان وفي العيد، والزيارات الاستثنائية اللي هما بيقولوا عليها منعوا إن أنا أشوفه. سمحولي أشوفه، رحت له الحمد لله ما اتبسطتش خالص، لانه قال لي حاجه وهو بيتكلم معايا. قال لي الحمد لله دلوقتي انا بقيت كويس، صحتي بقت كويسه، خدت علاج وبقيت كويس. ده معناه ايه؟ كان ماله الفتره اللي فاتت دي كلها؟ كان عنده ايه؟ جوزي قليل الكلام ولا يشتكي. طبعا انا بتساءل هو كان جوزي ماله الفتره اللي فاتت اللي منعته زياره عني واي حد يزوره ليه؟ جوزي في غرفه انفرادي برضو، مسجون انفرادي، وابني في انفرادي شديد الحراسة. أنا بطلب المسؤولين اللي عارفين واللي مش عارفين ينظروا في قضية زوجي وابني اللي مفروض يتواجدوا في بيته. امبارح بس سمحوا لي أشوف ابني. ده زي ما حضرتك شفتوا، دي السيدة المحترمة زوجة صفوان ثابت، وهي بتحكي عن اللي حصل لجوزها ولابنها وزيارتها ليهم. كمان شقيقة سيف ثابت اللي هي بنت صفوان ثابت، وهي بتنشر صورة كاتبة فيها الزيارات اللي تم إلغائها، وكاتبة كمان المعاملة اللي بيتم التعامل معها فيها. بص ادي الزيارات المرفوضة، تخيل المنظر. 14/2/20/22/22/3/4/3/7/3/16/3، كل ده مرفوض، يعني لحد 9/5 مرفوض انها تقابل اخوها او ابوها 21 زيارة. ويرجع يقول لك اصله اخوان، ويعني الموضوع كده واضح وباين ان هم عايزين يسيطروا على الشركه مش اكتر. جمال سلطان الكاتب الصحفي، جمال سلطان بيعبر عن الموضوع ببساطه بكلمتين على تويتر، بيقول اللي حاصل لصفوان ثابت وجهينة والابن صفوان سيف، وبيتكلم عن الاقتصاد الوطني في هذا العهد اللطيف الظريف الذي يعادي كل ما هو مصري وفي سياده وطنيه. ويطلعوا المطبلاتيه يقول لك ايه؟ اصل شركه الحديد والصلب بتخسر، فاحنا هنوقفها بقى وخلاص هنصفيها. طب وهي جهينه بتخسر؟
جهينة ما بتخسرش. جهينة شركة ناجحة جدا يا جماعة لو سمحتوا. التويتر بتاع جمال سلطان بطئين النهاردة مش فاهم فيه. الموضوع بسيط جدا. الموضوع ان هو تصفية الصناعات الوطنية. لا يكون في صناعات وطنية عامة ولا صناعات وطنية خاصة. لعيون مين؟ لعيون الامارات؟ لعيون اسرائيل؟ الناس بتقول ردوا علينا وقولوا غير كده. حتى لما طلع احمد موسى وقال لك حال جهينة هيتعدل لما يبعد صفوان ثابت عن مجلس الإدارة. اللي هو ازاي يعني؟ الصورة يا جماعة موجودة؟ يا جماعة الصورة لو سمحتوا بتاعت جمال سلطان. انا مش فاهم يعني جمال سلطان احنا بنتكلم عن توصيف للحالة. جمال سلطان بقى يعني وصف الحالة اللي حصلة في كلمتين. قال لك بعد انا مش شايف الصورة مش واضحة. جمال سلطان بيقول بعد نجاح السادة في إسقاط أسهم جهينة مع التهديد بشطبها الشركة القابضة أبو ظبي اي دي كيو تقدمت للاستحواذ عليها وحلال على الوسيط في مصر. إذا كنت تملك شركة وعليها العين لأسباب مادية أو معنوية أمامك خيار من ثلاثة، إما أن تبيع وإما أن تسجن وإما أن تهرب مثل كاتب هذه السطور اللي هو جمال سلطان. تهرب من مصر علشان ما يتمش التنكيل بيك زي ما حصل لناس كتير. ده التوصيف اللي فيه جمال سلطان بيجمع اللي حاصل. لما يكون في شركة عليها العين فانت يا اما تبيع يا اما تتسجن يا اما تهرب. فرج عامر فهم اللي فيها وراح فتح فرج الله في الشرق عشان يضمن انهم يرضوا عليه. وادي صفوان ثابت بعد ما ضغطوا عليه وبعد ما بهدلوه بيقول لك احنا خلاص يا جماعة الامارات عايز تشتريها. البورصة تقرر نقل جهينة لقائمة الشركات المحتمل شطب اسهمها. تخيل الكلام ده امتى؟ يوم الثلاثاء او امبارح من يومين. شركة من اعظم الشركات وانجحهم في الوطن العربي والشرق الاوسط بيقول لك دلوقتي احنا ممكن نشطبها. ليه؟ لانها مش فاعلة ما بتكسبش. ليه؟ علشان الدولة بتضايق عليها، علشان مجلس ادارتها رئيس مجلس الإدارة والنائب موجودين في السجن، علشان الدولة بتحاول تضغط عليها علشان تديها للإمارات. يعني ده أنا فكرتكم عايزين تاخدوها أنتوا، طلع كمان عايزين يدوها للإمارات. ويطلع واحد بعد كده يقول لك إحنا بنثق في الزعيم عويس إن هو هيحملنا النيل. ربنا يكرمك يا ابني ويشفيك من اللي أنت فيه.